حكاوي البحر. بعد انقطاع دام لسنوات، تعود الدراما الإذاعية إلى المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية ضمن استديوهات إذاعة أمواج أف أم عبر المسلسل الدرامي الإذاعي حكاوي البحر. الحقيقة بتوجيه من السيد وزير الإعلام ومن الإدارة العامة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، رجعنا ورجعت الدراما للإذاعة وللإذاعات بكل محافظات سوريا إن شاء الله، بكل مراكز إذاعية وتلفزيونية. وبتعرفوا أنتم المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية مركز ضخم وإذاعة ممتازة، إذاعة أمواج، ولازم يصير فيها الدراما. في رمضان حكاوي البحر بيحكي حكايا الناس اللي هنا على البحر، حكايا سوريا، في الحب، في الجمال، في البيئة، في توثيق الأغنية التراثية، في المنتظرة حبيبة يرجع غاب وراء البحر، اللي انتظرت حبيبة هو راح استشهد قدم روحه فداء تراب الوطن. مسلسل إذاعي هي تجربة جديدة، بنتمنى تكون مثل ما بيقولوا بداية حلوة لشيء أحسن ولشيء أفضل، يعني بالآخر هي كلياتها أرشيف لإلنا لشغلنا لكيف منطور حالنا. يا شجرتي اللي ليمون يا عيني يا منظري ساحر وجميل، يا ريحتك دي ريحة زكية، شجرة الليمون يا عيني. أبو شدق هو يعني واحد من هاي الناس اللي متمسكة بالبلد، الناس اللي هم على البلد وأهل البلد بالعموم، يعني الشخصية بكرة بتكشف عن حالها خلال العرض. نحكي العمل بشكل عام هو مركز أكثر شيء عن الناحية الاجتماعية اللي عم تعيشها سوريا وأبناء سوريا. فكرة حلوة أساسا لأنه عم بتجسد هاي هيك البيئة اللاذقانية البسيطة الحلوة اللي هي تجتمع برمضان وبرات رمضان، بالشهر المبارك وبرات الشهر المبارك. عم بيطرح الكاتب عم بيطرح أفكار حلوة، يعني فيها شيء تثقيفي وفيها شيء توعوي. أنا أخذ دور ياسمين. ياسمين هي أديبة كاتبة عم تكتب رواية حكاوي البحر، وهي مثل أي بنت عنا ناطرة يرجع حبيبة بخير وسلامة. تعتبر الدراما الإذاعية حالة راقية تنقل الواقع، وعودتها اليوم إلى استوديوهات إذاعة أمواج تشكل فرصة لانطلاقة أعمال جديدة ومقبلة. وهيك أحبابي منكون وصلنا لنهاية سهرتنا اليوم بقهوة حكاوي البحر، شرفتونا وآنستونا.